قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الإيمان الصبر والسماحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إيمانك كان فضل بضان وكان قفك الصبر اسكن عافية ذاتك. هذا دركته قف عافية بضان أو صبر بضان دلقات بضان وقف إيمان له وقفك رسولك المامي. هذا أركتو إيمانك هيركا غارسيجي إيمانك يا هيركا كو غارسيجي إن أد صبرتو أو أد دلقاتو أو أد يعني إسكا عافيس أمدا قدي وحلقا شيئو بيان لغا شيئو إن أدن فيرينين هذا الكا وأد كجيسي تسي سعتو ويجران دات سيدا سميان أو سيدا يعني أو رخمو oo hadiidka fuliyay dad fara badan ba jira oo dulqaad fara badan leh oo la caaya oo yaani la aflagaadeeya xumaan lagu tilmaama oo haddana iska jeestayo aan u jawaabin waxnana u arkin uusan xanaaqin dagaalna sameynin. Midda labaadna nolosha ku ciriiri ah haddana laba inta noloshaasi ciriiridu ku jiro haddana uu ku sabray uusan qaylinin uu rafaadin والصبر يدل قاد سميي كاويا كان إيمانك فضلك سقاطي كان لغو تلمامي كارو إيمان إنو ليها وكاسويا وكوالا ليا رسول ليا هاي إيمانك فضلك سوا صبر يدل قاد صبر يدل قاد ويا صبر إيو إسكا عافين قف كنا رافسو هذا نفيرينين وكوالا ليا وحان خلدين أنا في شيطان بيها هذين وحان صحينا فمن الله هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.